وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها وبيع سلع متنتهية الصلاحية. ضربات أمنية حاسمة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن في ضبط نحو 133 طن دقيق بلدي مدعم. قام المسؤولون عن مخابز بلدية بالقاهرة وشمال سيناء بتجميعها لبيعها في السوق السوداء، وهو ما يعد استيلاء على أموال الدعم المقرر لها، وضبط قرابة 31 طن دقيق أبيض غير معلن عن أسعاره بحوزة مالك مخزن تابع لمخبز سياحي بالجيزة ومسؤول مصنع للسلع الغذائية بالشرقية، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو 77 طن مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء خلال حملات بالجيزة والقليوبية. وتمكنت من ضبط أكثر من 100 طن أرز شعير محظور تداوله بقصد حجبه عن التوريد للإتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط نحو 157 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها الرسمي، وذلك بحوزة المسؤولين عن عدد من محطات لتموين السيارات بالجيزة والقليوبية والفيوم. وضبط أكثر من 24 ألف اسطوانة بوتاجاز قام المسؤولون عن مستودعات لاسطوانات البوتاجاز بالقليوبية بالاستيلاء عليها والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، واستولوا على أموال الدعم المخصص لها. وفي إطار رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 172 قاضية في هذا الإطار بمضبوطات بلغت أكثر من 92 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع. وتمكنت من ضبط 85 طن مواد بناء تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بالدقهلية والشرقية. ونجحت في ضبط 48 طن ونصف أسمدة زراعية وأعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء بالشرقية والمنوفية. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 33 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة والجيزة والإسكندرية. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 45 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وذات أثر ضار على الثروة الزراعية بحوزة مالك مصنع لتصنيع الأسمدة الزراعية بالمنوفية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أطنان منظفات صناعية غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بالبحر الأحمر، وضبط 67 ألف قطعة مستلزمات طبية متنوعة مجهولة المصدر بحوزة المسؤول عن مصنع للمستلزمات الطبية بالجيزة.